قعدتنا نبدأ معاكم أولى فقراتنا بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لشودونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. شهد اللقاء تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو، واللي بتنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، أيضا في التوقيع اللي تم على الاتفاق القطري الجديد بين الجانبين للفترة من 2024 2027. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع لمتابعة تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. رئيس الوزراء قال إنه مبادرة حياة كريمة بتقوم بدور كبير في تطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين في القرى. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لشودونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. شهد اللقاء تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو اللي بتنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، وكذلك في التوقيع اللي تم على الاتفاق القطري الجديد بين الجانبين للفترة 2024-2027. أيضاً شهد اللقاء تباحث معمق بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وتم تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية اللي بتصل لحد المجاعة في القطاع، وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات براً وجواً لإغاثة أهالي غزة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري، لما تمثله من دور واضح في رفع مستوى معيشة المواطنين في القرى المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه. ولذا فإن الدولة بتولي اهتمام بالغ بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات هذه المبادرة وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ميكيلي كواروني سفير إيطاليا لدى مصر، وأكد رئيس الوزراء الحرص على تذليل كافة التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة في خوض مجال الاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة والحوافز التي يتم توفيرها للمستثمرين في القطاعات المستهدفة وفق الأولوية اللي بتمنحها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة اللي أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا للتقاعد في الأول من يناير عام 2024، وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكري اللي صدق على منحه ليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء المناطق الحدودية والنائية، قامت القوات المسلحة بدفع لجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم، وده على مدار عدة أيام. أيضاً تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني اللازم لأبناء تلك المناطق، وتوزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية المجانية على المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. أما بالنسبة لأبرز أخبار المحافظات، ففي محافظة المنوفية تم افتتاح معرض أهلاً رمضان في شبين الكوم. في كفر الشيخ تم تحصين 70,000 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية. أما في بورسعيد فتم افتتاح المعرض السنوي للأسر المنتجة، وفي اسكندرية كمان تم تنظيم قافلة طبية موسعة معروفة باسم بشاير الخير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية تم افتتاح معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية واللحوم بجوار مبنى ديوان عام المحافظة بحي غرب شبين الكوم، وده في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة تحصين 63930 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية وتحصين 7000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وده في إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. في الأليوبية نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية المنايل بالخنكة، وتم الكشف خلالها على 1177 مواطن مجاناً من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات. في بورسعيد افتتحت المحافظة معرض الأسر المنتجة المقام بمديرية التضامن الاجتماعي ضمن المعارض المقامة سنوياً لدعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية ودعم الصناعات اليدوية للمرأة. وبيضم المعرض منتجات يدوية مقدمة من 26 عارضة لمنتجات يدوية وحرفية صنعت على أعلى مستوى. في البحر الأحمر اختتمت القافلة الطبية المجانية لأمراض العيون أعمالها واللي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر واستمرت على مدار 4 أيام. قدمت القافلة الطبية الكشف الطبي على 1314 حالة بمدن الغردقة والقصير وسفاجة في أمراض العيون. في الأقصر شهدت أرض مطار رحلات البالون الطائر تحليق 35 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 800 سائح من حول العالم وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي. في الإسكندرية أعلنت مديرية الصحة عن تنظيم قافلة طبية بمنطقة بشاير الخير بتضم 8 تخصصات مختلفة، البطنة والأطفال والنساء والجراحة والعظام والرمد، بالإضافة لتنظيم الأسرة والأسنان. وبيتم الكشف وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات اللي بتحتاج لإجراءات متقدمة للمستشفيات لاستكمال العلاج واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه نظراً للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي والمرشحات بالمحطة القديمة هتكون المياه ضعيفة بمدينة الوسطى بسبب توقف المحطة، وده اليوم الاثنين لمدة 12 ساعة اعتباراً من 8 صباحاً حتى 8 مساءً.